هو أغنى مكان بالعالم. مرحبا بكم وياكم دكتور عمر القيسي. حبيت أسألكم عن سؤال مهم، شو تصورون أغلى مكان بالعالم؟ تصورون مكان راقي، مكان جدا مثلا ثري، وين تصورون هو أغنى مكان بالعالم؟ طبعا قبل أيام كنت أشوف مسلسل تلفزيوني، شفت في رجل طلع على التقاعد المعاش وشفت حياته شوية بدأت تتكركب، وصار يعني يحس بالملل ويحس أنه هو حياته فارغة وأمور كثيرة بدأت تتغير في حياته. فطبعا اتذكرت في هذه اللحظة محاضرة شفتها لما كنت طالب لشخص يدعى ليز براون، محاضرة تحفيزية. ذكرتها مباشرة لما شفت هذا الموقف. طبعا كانت المحاضرة كان ليز براون يقول بها أنه أن أغنى مكان في العالم، فحبيت أشارككم بها في هذا الفيديو. شو تصورون أغنى مكان بالعالم وين؟ تدرون وين أغنى مكان بالعالم؟ أغنى مكان بالعالم هو المقبرة. شو يا دكتور؟ المقبرة أغنى مكان بالعالم؟ المقبرة نعم، أغنى مكان بالعالم هو المقبرة. كيف؟ لأن لما تروح للمقبرة راح تلقى أفكار اندفنت ويا أصحابها، راح تلقى طموح وأحلام ومشاريع كانت ممكن تنقل أصحابها نقلة يعني تخليهم يصيرون من أثر الأثرياء، تخليهم تصير حياتهم ثرية، مو فقط في الناحية المادية، كان راح يعيشون حياة سعيدة مليئة بالفرح لأن حققوا اللي يريدون. نعم راح تلقى المقبرة هي أغنى مكان بالعالم، راح تلقى أفكار مواهب أمور كثيرة اندفنت ويا أصحابها. فبالفعل المكان اللي يكون هو غالي هو اللي يحتوي على أكثر قيمة اللي بالفعل هي المقبرة. مع الأسف ليز براون قال هنا مقولته الشهيرة في هذه المحاضرة هي live full and die empty، يعني عش مليئا ومت فارغا. القصد مو أنه تموت فارغ، القصد أنه تموت فارغ من كل أفكارك أحلامك مشاريعك طموحاتك مواهبك، أنه تخلي بصمة في هذه الحياة وتخلي إنجازاتك تكون شاهدة عليك بعد وفاتك. الكل من عندنا راح يموت، هذه حقيقة كلنا راح نوصلها، لكن الفرق أنه في بعض الناس الآن متوفين لكن أسماءهم تذكر لحد الآن لأن حققوا إنجازات، حققوا أمور في حياتهم لا تزال شاهدة عليهم لحد الآن. هذا الفرق بينهم وبين غيرهم. أنت لازم تكون من هؤلاء الناس، أنت مو أقل من أحد ثاني. كلنا عندنا للأسف أحلام وطموحات، لكن ظروف الحياة، الانتقاد من بعض الأشخاص، وطبعا الانتقاد مرات من العائلة نفسها، وأيضا نظرة الناس لبعض الأمور تخلينا نكره أحلامنا، تخلينا نتخلى عنها، وأيضا ظروف الحياة ممكن تخليك تفقد أحلامك وتفقد مواهبك وتفقد قدراتك. فتذكروا هذه المسألة. طبعا لما أقول لك أنا الآن أنه تروح تحقق إنجازاتك ومشاريعك اللي أنت ترغبها، كثير راح يسألني هذا السؤال أنه أنت تقول هذا كلام لكن ظروف الحياة ما تسمح لي أسوي هذا الشيء، ظروف الحياة هي اللي جبرتني أشتغل شغل معين. هذا الشيء حقيقي وكلنا نعاني من عنده، ممكن ظروف الحياة تجبرك على شيء معين، لكن أنت ويا ما تسوي هذا الشيء اللي جبرتك عليه الحياة تقدر تخلي لك شغل جانبي تبدأ تنميه شوية شوية، يعني تبدأ تشتغل على نفسك، تبدأ تسوي بمهارة تطوير ذاتي، ولا قصده أنه أنت تبدأ تشتغل على تعليم نفسك ذاتيا، تطور مهارات أنت محتاجها في مشاريعك وأحلامك اللي تريد تحققها على مدة طويلة. يعني لنفرض أنت تشتغل من الصبح من 8 صباحا لحد 3 مثلا مساء، أنت عندك باقي اليوم فارغ تقدر خلاله على الأقل ساعة واحدة تخصص من هذا اليوم أنه تبدأ تسوي أحلامك أو تبدأ تشتغل على تطوير مهارات تؤدي لك إلى إنجاز معين أو هدف معين تريد توصل له. خلي لك أهداف صغيرة في المدى القريب وخطة بعيدة للمدى البعيد بحيث أنه كلها تنجمع وتمشي وتدير لك عجلة حياتك. خلي لك خطة لحياتك، يعني مو أنه تكون تايه في حياتك ما تعرف وين تخلي البوصلة. خلي لك خطة في حياتك واشتغل على إنجازات تبدأها بسيطة على حسب مجالك على حسب ظرفك وتبدأ شوية شوية تطورها. تبدأ بخطة أسميها خطة الانسحاب البطيء التكتيكي، أنه تبدأ شوية شوية تنسحب من شغلك اللي أنت ما تحبه، حياتك الصعبة، الشغل اللي أنت مجبور عليه لأن حياتك جبرتك عليه، إلى حياتك اللي أنت تريد ترسمها. شوفوا خلف أعطيكم فكرة تعرفوها، أنه أنت لما تبلغ صح ممكن كانت حياتك في البداية لما أنت طفل تكون موجهة من خلال الأهل الظروف المجتمع أمور كثيرة، لكن لما أنت تكون بالغ الآن أنت الخيار بيدك، أنت كيف تدير حياتك هذا خيار شخصي، أنت تقدر تطور نفسك، تقدر تكسب مهارة. وتذكروا أنت لو يوميا تخلي ساعة واحدة تكسب منها مهارة في اليوم لهدف معين أنت تريد توصله، كان راح تقدر توصله بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة، لأنه راح تصير عندك مهارة تراكمية وأفكار تراكمية وخبرة تراكمية راح تفيدك في مشاريعك التي توصلها. فأنت اشتغل على شغلك اللي أنت مضطر عليه حتى توفر لقمة عيش لنفسك ولعائلتك، ونفس الوقت اشتغل على خطة انسحاب تكتيكي تقدر من خلالها تخلي شغلك الثانوي اللي هو حلمك الشغل الأساسي لك. فهذا اللي تقدر تسويه. طبعا هنا نصيحة للأهل، لا تجبرون أولادكم على أن يروحون يدرسون كليات هم مراغبين فيها، يروحون يشتغلون بأعمالهم مراغبين فيها. حاول
حاولوا تدعموهم، حاولوا تفكرون بمسألة أنه على المدى البعيد أنه أي شيء ممكن أنت تشوفه بسيط أو ما له ذاك الوارد، لو تطور وصار الشخص فيه بروفيشنال محترف ووصل لمرحلة الاحترافية به فراح يصير ترند وبراند، هذا الشخص راح يتحول شغله إلى ثروة راح تجيبها نفسه والعائلته والمحيطه، لأن يعني راح يقدر يوظف ناس أكثر، راح يقدر يشتغل أكثر، راح يقدر يبدأ أكثر، وراح يعيش حياة مليئة. فتذكروا هذا الشيء، حاولوا تدعمون أطفالكم بأحلامهم مشاريعهم، ومو تحاولون تجبروهم فقط على نمط معين أنه يمشون عليه، لأن هذا الشيء راح يؤدي بالنتيجة أنه راح يشتغل شغل هو ما يحبه ولا راح يقدر يتحمله، وحياته راح تصير مليئة بالتعب والإرهاق وعدم الراحة النفسية، لأنه ده يشتغل شيء ما يحبه، روتين مجبور عليه مجرد أنه لأنه مضطر يعيش، وبالتالي ما راح يقدر يبدع، وبالتالي ما راح يقدر يوفر أي فرصة لتطوير العمل، وبالتالي ما راح يقدر يوفر فرصة لنفسه انه يوصل لمرحله الثروه اللي يقدر يحققها لنفسه. الثروه طبعا هنا اقصد مو فقط مال، حتى تفهمون الكلمه، الثروه معناها مو فقط يكون شخص غني وعنده مال، ممكن اشخاص اغنياء لكن ما عندهم ثروه حقيقيه، الثروه انه تكون انت ثري بنفسك، يعني يكون الشخص مكتفي من الناحيه الماديه ونفس الوقت مكتفي من الناحيه العاطفيه النفسيه، ويكون عنده المقدره انه يعكس هذا الشيء على محيطه. هذه الثروه اللي نقصدها، انه يكون شخص ايجابي. ولازم تتذكرون انه دائما ابتعدوا عن الاشخاص السلبيين اللي يحاولون يثبطوكم والكلام السلبي، لانه هو شوفوا ماكو شيء راح تشتغله في هذه الحياة. الناس راح تقول لك من البداية أنت 100% أنت مبدع، أنت الناس راح تبدأ تثبطك، تحاول يعني تحيدك عن مسارك، لكن كمل إذا أنت تحب هذا الشيء وتشوف نفسك أنت بهذا الشغل المعين اللي أنت تريد تحققه. وتذكر الشغلة اللي تحبها هي الشغلة اللي أنت مستعد من الصباح تقوم على مودها وتروح تحققها، يعني مستعد ما تنام الليل حتى تحقق هذا الشيء، هذه الشغلة اللي تحبها. أتمنى لكم إن شاء الله تحققون كل مشاريعكم، وألقاكم في فيديو آخر. سلام عليكم.